هذه الأصوات لا تدل على مرور موكب رسمي من هنا، فالصورة أبسط مما تبدو عليه. كل ما في الأمر أن هناك فعالية رياضية تقام بهذا المكان. شوارع عدن تمارس الرياضة أخيراً بعد غيابها لأكثر من عام. عادت الشوارع لتصبح مكاناً مناسباً لمحبي الرياضة وممارسيها، وعادت الأنشطة الرياضية للمزاولة فيها. تبرز عدن اليوم كمكان أفضل لتطبيع الحياة رغم الكثير من الصعوبات التي تواجهها هذه المدينة، فهي بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى للاستنجاد بتلك الأنشطة التي تجعل المدينة تعود لسابق عهدها لتصبح الحياة الطبيعية ممكنة. وما الرياضة إلا أسلوب آخر للحياة وشغف كبير يعيشه الجميع بمختلف التخصصات والمجالات، فمن لا يمارسها يحب المتابعة والمشاهدة وتشجيع أيضا. في عدن وقيم ماراثون سمي باختراق الضاحية، شارك فيه الكثير من الشباب الرياضيين. كان قد سبق هذا الماراثون فعالية أخرى أقيمت قبل أيام قليلة لسباق الدراجات الهوائية، شارك بها أيضا مجموعة من هاوي ركوب الدراجات وتحت إشراف السلطة المحلية. تعيش عدن إذن في جزء كبير منها صراع التطبيع، وتقام الفعاليات الرياضية لعلها تنجح فيما فشلت فيه السياسة والساسة.